يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القصائد أو ما يسمى بالأناشيد الهادفة؟ هل هي كما سمعت إنها بدعة وإنها من عمل الصوفية، أم أن هناك أنواع محرمة وأنواع جائزة؟ الأناشيد من الأغاني، والأغاني ليس فيها شيء جائز، هي أغاني، وأيضا هي من دين الصوفية يتقربون بها إلى الله، أو من دين الحزبيين اللي يهيجون الناس، تهيج الشباب في هذه القصائد وهذه الأناشيد، ما فيها خير، على كل حال ما فيها خير. نعم.